ليه اقول له؟ ليه اقول له مثلا ابط عليهم؟ ما بقولش. لما اقول له ابط عليهم يا اما يديهم غيرهم، انا ما اعرفش اخترقه. عشان كده لا ما اعرفش اخترقه. المتحدث العسكري في المؤتمر الصحفي قال في جنسيات بس مش هنعلنها. لا ما يقولش. ما احنا لازم بص خلي بالك، ما احنا الحرب خدعة. بنقول الرأي العام. لا يعني الرأي العام له حد، حرب خدعة ولو حد لازم يتقبل ان في حد معين اطمنك. زي ما بنعمل دلوقتي بنقول لك ارقام بنعمل، انما في تفاصيل كتيرة جدا لا يمكن اقولها، اللي معنى اقولها هكشف خططي، هساعد الخصم. يعني انا زي ما اكون بقول ايه يا جماعة اللي متحصرين في المنطقة قالوا و و و و لم ديلك عشان انا شايفك. يعني معناها كده، انما بقولش والكلام اللي اتقال ده ولا تعرف مواقعه، بقول لك في المواقع في الاتجاهات الاسترجاع الاربعة. تطلع من بقى من ليبيا، تطلع من اتجاه السودان، تطلع من البحر الاحمر، تطلع من اي جهه ما، ما بنقولش المكان ولا يمكن ان يقال المكان. ومش هيتقال، مش هيتقال خالص، ولا مكان ولا زمان ولا هيتقال حاجه. انا بقول لك الحصيله كذا، بقول لك هننظف مصر، انت تستلم هتستلم مصر على نظيف. ما فيهاش حاجه، المربع والخريطه، واحنا ده قرار حاسم وتصميم القياده العليا للقوات المسلحه، القياده العليا صممت على هذا، ده تصميم الذي كلمه تصميم يعني دي مهمه زي عبور قناه السويس كده وارجاع قناه واكتساح خط بارليف شكلها زيها هي بالظبط. حضرتك بتقارن كده؟ هي زيها كده، زيها زيها بقى. هل احنا هديك حرب واحنا كنا في الحرب احنا بنعدي وعبرنا وكل حاجه بالظهر وكنا معديين و15 كيلو شرق القناه ومسمعنا من الراديو بس اول بيان اتقال للناس الساعه 8 بالليل واحنا من الساعه 1 8 ما اتقالش قبليه مع المغرب، ما اتقالش خالص، ما اتقالش غير بيان ايه ان القوات مش عارف ايه بيلطشوا في بعض كده اي كلام انه اعتدوا علينا اللي هو الكلام اللي بيتقال. نعم. مدفعيه ضربتنا، كنا احنا مخلصين وعدينا، عدينا كنا على مسافه 15 كيلو متر جوه وخدنا يعني كان خط بارليف ده اتنخل وهما في اسرائيل ما كانوش، احنا ما كناش بنقول من ضمن، ما كناش بنقول، ما احنا بنشوف بقى الكلام بتاع لجنه اجرلات. لو انا قلت مثلا اديت بيان هفيده هو بقى، كانت جولدا مير جامعه الحكومه وجامعه الدين عايزه تعرف حصل ايه على جبل قناه السويس، ما كانتش عارفه. ما كانتش عارفه طول اليوم لا تعلم بالظبط ايه اللي حصل. المصريين عدوا، طب عدوا لحد فين؟ ما يعرفوش. احنا ما قلناش كمان، احنا ما قلناش الى امتى تمام العبور، عدينا النسق الاول القوات، القوات الخاصه بتاعتنا كنا على الاعماق قاطعين الطرق بالكامل جوه سينا ومقفلين نفسينا، ابتدت تتقال. انما لو كنت اللي بيحصل دلوقتي بتقارنه 73 حاجه كده. انت يهمك انت كمواطن، تهمك انت عايز تعرف ضربت باليمين ودفعت بالشمال؟ لا عايز النتيجه، انت عايز من كلنا عايزين نتيجه، احنا عايزين النتيجه. طب وبعدين عايز اقول لك ايه، اصل ده كارثه تعرف للعالم، العالم بيبص لمصر احنا او احنا بنحارب الارهاب فعلا ضد العالم، مفيش دوله فتحت كده في الحرب الارهاب بهذه الشراسه زي مصر، مفيش ولا دوله، كلهم بيلفوا دور ويمين وشمال وكلام من ده، احنا واضحين. لا 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 واحنا قاعدين عليها، قاعدين عليها وماسكين من باب المندب. هات لنا باب المندب خلينا نشوفوه قبل ما نطلع فاصل. باب المندب سياده اللواء محمود كده يقول لنا كلمتين بسرعه كده، ماسكين من باب المندب. حب انا كده ماسكين من باب المندب. محاور بتاعتنا في كل حته. اتفضل يا فندم. باب المندب ده عشان الناس يتكلموا باب المندب، باب المندب باب المندب ده الجزء اللي احنا شايفينه في سهم، المنطقه ديت المنطقه الاماميه لباب المندب اللي فيها سهم ديت موجود فيها كارير حامله طائرات امريكيه. دي قاعده جيبوتي اسمها قاعده لومينير. القاعده ديت بعد كده لما بيعدي، احنا بيعدي تقريبا احنا بنتكلم على 60 سفينه يوميا على مدار الساعه. اول ما بيعدي ويطلع بتبدا البحريه المصريه تامن هذه القافله بعد خروجها من باب هي بتوصل للي خارج واللي داخل لحد تعبر بيها قناه السويس. ثم تصل البحر الابيض وتسلم القوافل ديت لقياده اسكندريه البحريه الشمالي، لان لو حصل ان في تعطيل لمده 24 ساعه اوروبا هتطف. 24 ساعه هتطف. ما هي انا بقى خلق غشيمه، يعني انا عندي امور. طب ايران تقدر تخش؟ مش ايران بتجعجع؟ مش ايران بتتكلم كتير. طب هم 3900 كيلو متر تقدر تمشي؟ ما تقدرش. ولا زوارق في عصب تقدر تمشي تخش على ممر الملاحي؟ تقدرش.
لانها المصريين هيلقطوه على طول. ما تمشيش في الممر الملاحي من غير اذن. طالما ما خدش اذن تبقى ماشي كده ايه على الشط كده تشوف لك حل يعني. جرابي حبال اوعى تمشي في الممر الملاحي من غير اذن. غير اذن الغاشمه هغرقك، وبعد ما اغرقك هسال يمكن ما اسالش كمان. اطلع فاصل ويمكن ما نسالش. فعلا الغاشمه هغرقك ويمكن ما اسالش. ايوه كده، هي دي مصر والله. لازم تبقى عارف، لازم تبقى عارف مصر. هو ده. واحنا بنقول عند حضرتك كلام ما فيش كلام قلناه ما يطلعش، يعني ما طلعش مظبوط يعني. احنا عملنا حلقه الاربعاء وتاني يوم بعدها حصل اللي حصل يوم الجمعه. بعد الفاصل. سيراميكا كليوباترا، القمة وراءها تاريخ. مع جمعية الأورمان زكاتك تساوي فرصة عمل. اتصل ب 19455 يصلك مندوبنا لحد باب البيت. أول شقة مصممة بكل مميزات الفيلا، اي ابارتمنت من ماونتن فيو، قربت لك حلم الفيلا. فارسي، حل الوقضي عليه. مستشفى الصعيد للسرطان، مستشفى شفا الأورمان. اتبرع واتصل دلوقتي ب 19455.